وسهلا. أهلا وسهلا. واليوم بدنا نقول واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، آمين. المسيح جرب وبعدنا كل لحظة عم نتجرب. وقت بدي أقول الحق عليك في أربعة هون، إذا بدي كل الوقت أتهم فلين 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 ما عندي وقت أحب نفسي. من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. كلنا منغلط، منتعلم من غلطي وغلطك. إذا ما غلط ما بكون بشر، ما بكون عم بستنير. فإذا مش كل ما شفنا غلطة الحق علم فلا 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 فلا. أول ما طلع رئيس الجمهورية لحود رجل القرار، بس فل رجل الفرار، وهلأ ميشيل وغيرهم شلوها هالكعك من هالعجين. كما تكون يولى عليكم، لا يغير الله ما بقوم حتى نغيره. طلعوا بالبنية اللي أنا سكنتها، ما بقى في أوسخ من هيك. وعاملتهم كلهم وبعدني بعاملهم، عاملوا الناس بأخلاقكم مش بأخلاقهم. بترجع لك أضعاف وأضعاف. عشت بجامعات، رجعت على الأمة العربية، فكرت إني أنا بجماعة هون وأحلى من هوني، هو من أهلي ومن بيتي ومن جذوري. صادق كان واحد قال لي نرجع أمريكا، هو مجنس وهونيك وأنا كمان. وهلأ كندا، أمريكا، أستراليا، نيوزيلند. مريم تعي اللي بدك إياه، ما بعرف. صرت إنه اللهم عجل بالدمار الشامل هون، ما في أمل إلا بالدمار الشامل. فإذا هلا بهاللحظة بي ان ذا بريزنت، هلا هلا انا باستوديو نحن اثنين، يجي الموت ياخذنا، وين رايحين؟ الحمد لله انا عارفه وشفت. بس بحب يكون عندي جار، بحب يكون بجماعه، انت هون وانا هون، هون كوخك وهون كوخي، بس اثنين ثلاثه. اذا ما قدرنا بلبنان، بسوريا، مش بسوريا، بالاردن، بلاد الشام واليمن، اذا اشتدت عليكم المحن، الحمد لله بعد فيها المحطة وفيها الحضرة، والباقي كلهم برامج منحطين 99.99. هلأ هيدا دورنا إنه نحط هالدمار الشامل. نحن السبب، ما بدنا أم خلدون، بدنا هوت دوغ وواوا. المؤخرات أحلى من المقدمات، شبعنا من المقدمة، هلأ المؤخرة. هيدا التأخير اللي وصلنا له بسببنا. نعتذر من كل بناتنا وكل شبابنا كيف صارت أشكالهم يا أشباه الرجال والنساء، قال الإمام علي أو علي. هلأ حول العالم ما في عرب ومسلمين أبداً عم بيحطوا، شكراً للأمراض، كورونا مورونا، رونا مقرونا، كله هيدا. لحني هون هالأربعة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة، حتى هون ما بدكن إياهم. رح أخبركم شو صار فيي أنا. صار عندي وجع ظهر قوي كتير وركاب تشك 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 تشك، وأنا خلقت بوجع ظهر، خلقت معي سرطان من أمي وأهل أمي. سألت عن طبيب في عنده ذرة من الأخلاق، قالوا لي فلان. رحت مستشفى قال هي خمس نجوم، طبعا النجوم يلي بتبرق وهيك وهيك، واللي عم بتشدق بالعلكه واللي عم بترتب الصرميه. هي مين طبيبه هدا؟ بدون موعد رحت، قال لي بستقبلك بس هيك، ودخلت لعنده وكلهم خافوا وشافوا هالشيطان. فت لعنده قال لي معك حق، قلت له اي دواء ما بدي، بس بدي اتسير انا وياك. حطوني تيعملوا لي تصوير، قال لي بدي صور بس بدي اشوف. انا خلقت عندي هالسرطان بصدري وبالرئه. التصوير والاشعه ضربت لي اياها. غمضت عيوني وصرت اشوف. ضربت نقطه الضعف اللي فيي. قدرت شيلها، ديماركيشن لاين موجوده بالانسان. كيف تعملوها؟ بتمحوها. فرجيني الصور. قال لي عندي كثير تكلس وهيك وهيك. قلت له ما بدي دواء. قال لي معك حق. تحول كتير. اكثر شوفريه التاكسي بايطاليا اليوم اطباء، واذا في اي طبيب بلبنان وعندك ذره من الاخلاق
كل ما أملك أنت وأنا والدنيا تحت إجريك. إجا طبيب هيك هو أصله من لبنان، قالوا له إذا بتحكي مريم نور منشيلك من المستشفى. على أنا فار، خربت أنا فار شي هيك. قلت له شو بتفتكر؟ قال لي خدي قرقم عقدي صفرة. لا بدي صفرة ولا بدي حمرة، ما بدي. عم بمشي كل يوم، بس امشي خلص برجع بجي على البيت. كل شي فيه ريحة وصيخة عنا بالحي، بس تفوت على البيت، بيت مر ويم ونور، ما في هالعطر اللي بتشوفوه برا، في عطر داخلي، عطر أعمالنا. زدت الدواء وشم الهواء. يلي فوق 1000 متر لازم بس توقفوا عن أكل كل شي فيه نار، تاكلوا أكل ني، تنبيت، علم، كمال جمله. هلأ هيدا الوقت، لأنه هون النار تطبخ الطبخة. ليه بدي أطبخها هون وأكلها ميتة؟ مضغ 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 مضغ، نعم. وبعدين الموسم وحشيش بره، نبات بره، وجيب قمح، جيب أي شيء كامل واتركه حنطة كاملة ينبت. حطوا سبراوتينج. هالعلم بموقع بيت الله، بتوقع وبترتفع. هالسبب اللي عم يرميه الشيطان، ما رح أقول عزرائيل أو غيره، لا، هذا الكتاب The Book of LIVED Devil, 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 Devil أو lived, 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 lived. شيطان رجماني أو رحماني، مثل ما عملت رابعة بنت البصرة، ضليت حبه لحتى اللي حولته من شيطان رجماني إلى شيطان رحماني. هيدي عبادة الأحرار، مش إنه خوفا من جهنم أو طمعا بالجنة. أحبك لأنك أهلا لذاك. إذا خوفا من جهنم فاحرقني بنارها، وإذا طمعا بالجنة فاحرمني منها. فإذا بشكر كل شيطان عم بيرجم، كل شيطان عم بيحط هيك، هيدا دوره. شو دورك أنت يا شيخ؟ قالوا له شو أنت مهم؟ كيف تركت هالدنيا ولحقت الله؟ قديشك قوي؟ قال له أنا القوي؟ أنت الأقوى، أنا تركت الدنيا فاضي ما فيها شيء. أنت كيف تركت الله ولحقت الدنيا؟ وقت اللي فات سيدنا عمر يا حبيبي، وقال له للحبيب وبكي هيك، قال له ليش عم تبكي يا عمر؟ قال له الأيسر كيف ساكن وأنت؟ قال له هني إلنا الدنيا، نحن إلنا الآخرة. يكون إلك الآخرة صار إلك الدنيا والآخرة. تترك الدنيا عن غنى، عن شبع، مش عن طمع. جوزتك وطلقتك بالثلاثة، جفر، جسد، فكر، روح. هلأ رح تشوفوا شوية صور، ويلي منكن حامل غمض عيونك بس اسمع الكلام. عم بيعملوا كتير عمليات تجميل وتحميل، وعمليات تتكبري صدرك بلا ما تكوني لبسة صدرية، وبلا ما تعملي عمليات تجميل للصدر. كيف عم بيحقن من تحت الباط؟ انتبهوا. شو الباط؟ أي رجال تفه على الرجال اللي عم تفيش باطة. بدك تلبس، البس نسكن. هون في طاقة قوية كتير عند الرجل وعند المرأة. ليش عم تتعرى المرأة؟ ليش عم بيتعرى الرجال؟ حفاة عراة نتطاول في البنيان. هالأم مثل كل أم حامل، جابت بنت، طفل، صبي، اللي بدكن اياه. أنا شفتها هالقصة عنا بدوما، وخالي خي أمي شحادي فشفش، أنا هيك عمري 6 7 سنين وأصغر يمكن شوي، وعم بخبرها لأمي عن هيك قصة. قال لها برمت له راسه. قالت له لازم تسأل لأبونا. قال لها شو بدي اسال لابونا؟ برمت له راسه خليه يموت. ما كان في غيره طبيب بلاد الكوره والبترو. هاي تاني صوره. هيك لسانها شوي كبير. طيب شو هاي اللسان؟ ليش كبير؟ غمضوا عينيكم النسوان. شو السبب؟ يقدروا يقصوا بتموت.
شو السبب هاللسان عم بيطول؟ نعم في حالات هلا هيك. ليش اولادنا عم يجوا مشوهين ومعاقين؟ خلقة كاملة نعمة زايدة. لحوا جواب. ممنوع تقري؟ ما فيكم تمنعوا شيء، يعني مين هو اللي عم بيمنع يعني؟ قال فكرت الباشا باشا، ترى الباشا زلمة. كل كلمة بدي أقولها هون بقولها على هالمحطة الوحيدة بكل هالمحطات المنحطين. كلنا منطين بس مش منحطين. فلسطين رح أراها. بسبب عيب وخلل في النظام الجيني ظاهرة نادرة. كلمة جينز أجنة، عم تلبسوا جينز مخزق وموشى ومن هون ومن هون. انتبهوا هالكلمات دايت فود. انتبهوا الدعايات كلها شو عم بيسموها، السيارات. اللغة العربية لغة منزلة، لغة القرآن. ربك فكبر ربك فكبر، مودته تدوم مودته تدوم. الحمد لله ما بنتمي إلى أي دين، إلى التدين، إلى الأخلاق، إلى المعاملة. ظاهرة نادرة، طفل لساننا لا يتوقف عن النمو في ظاهرة نادرة الحدوث تعاني هالطفلة. هي هلأ ببريطانيا ولا بقى تأمنوا لأي حدا حتى ببريطانيا، ولا أوليفر ولا سيف ولا أي إنسان بيسبك بيحبك ولا حدا. كل واحد يقول نفسي ثم نفسي ثم نفسي، طين قطع نفسي. إذا ما عندي مي ما فيني أعطيك مي، إذا ما حبيت نفسي ما بعرف حبك. ما بقى لي سأل لهم بس في هالكون الداخلي. وفينا انطوى العالم الأكبر. كانت بتضيع عني إذا ما راح لي ما يدقوا جرس إنه مات حدا، ويقعدوا حدا تم حدا يجي يخبر إنه فلان مات. بيتأثر الجنين، ولكن هلأ الجنين عم بيفوت ray of light. كلنا نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الأب في الجوار. بحس بالنوايا، بحس إنما الأعمال بالنيات. نقول له ونفسر له ماما أنا بحبك، وأنا ما بدي أعرف إذا أنت بنت أو صبي. يو آر بيبي بس. مش إيه بعمل هيك وبعمل هيك وبعمل هيك وبعمل هيك تعرف معي بنت أو صبي. بدي صبي بدي صبي، شو بدي عم تجيب صبي؟ ما البنت ساعتها بالبيت شو بصير فيها يعني؟ من حالة مرضية نادرة تتمثل في عدم توقف لسان عن النمو بحيث ينمو بوتيرة أسرع من بقية أجزاء جسدها، ما يهدد دوما بتعريضها للاختناق. وهذه الحالة المرضية حسب صحيفة نيوز داي بريطانية بتقول كل واحد بين 15 ألف مولود ببريطانيا حيث عم بيستمر اللسان، ما بقت واحدة. ليش اللسان عم بيضل يطول؟ شو منقول لأولادنا؟ سكوت نبير، ضب لسانك، قعد دروس. أنا وبيك عم نشتغل تنبعتك على المدرسة وتروح على الجامعة، طع نفس. أنا مثلكم كلنا ضحية الجهل. يلا كل هالعروس خلص ما يجي الارتكار، ازلع يا زلع. عماشي هالشغل كلنا بقى نضلنا نشتغل تنحطهم بالجامعة الأمريكانية. من هو ببطنا عم تحضر حمير السلطان وعم تحضر هيدا مدري شو الحمار بالخط العريض، مون عليكم. خلص شيلوا هالانحطاط، سكروا التلفزيون، أنا ما عندي تلفزيون. بعرف شوي على الإنترنت، عم جرب أتعلم سكايب بوينت. أهبل مني ما رح تلاقوا. من الإيميل بشوفوا تشينجر فينجر أندرسكور ماندرسكور رجال مرة ما بفهم شي بكبهم كلهم تك 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 اثنين ثلاثة بس. حيث يستمر فيها اللسان من التضخم المستمر ومن دون أن يتوقف عند الحجم الطبيعي، وذلك بسبب عيب وخلل في النظام. شو عم تاكل؟ الأم هي اللي ركبته هاي. أنت بتركب السيارة مثل ما بدك. هلا شفتوا كيف عم يخلقوا ناس منخيرهم غير شي، دينيهم غير شي، عينين وحده هيك لون وحده هيك لون، اجر اطول من اجر. خلاص ما بقى منعرف نركب السياره. يلي عم يعمل السياره صار مريض، كيف بده يركبها؟ وهيدي هي جواتك سياره. خلقك الله ايه مش اله، كلنا بخدمه الاله هلا، ماشيين مع ماشيين وماشيه. ان لم تعودوا كالاطفال مش تكونوا. بتتعرف على الحكمة، بتتعرف على العلم، ما تتفرط فيهم اثنينات وما بدي إفراط، ترجع على الصليب، بتكونوا من أمة الوسط. تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وسطيين. هذا الكتاب المقروء والمنظور.
بسبب عيب وخلل بالنظام، على ما ذكر احد الاطباء قالوا كلهم امراض الاطفال والعيوب اللي عم تجي كلها هيدي عم تجي. نعم هما رح اقولهم ابدا، في موجات صوتيه ملتقطه عم تجي كلها. البنت اسمها اوليفيا عم تاخذ اصوات. سؤال الحبيب، ارحنا يا بلال، ترم الظهر ما في ظل، ما بقى في خيال، صار حي قيوم مع حي قيوم، مسيح مع مسيح، محمد مع محمد، علي مع علي، بودا مع بودا، يعني البوذيزم مع البوذيزم، لا هيدا مسلم ولا هيدا مسيحي ولا هيدا، كلهم جماعتهم المحبة، قوة المحبة أو محبة القوة، أنت عندك خيار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة ما لها وجوافها، وسعت كل شيء. ارحمي يلي بهالرحم، هيدي أمانة. قال لها نظفي رحمك قبل ما تخلقي بعشرين سنة. ومين؟ نابليون يعني. شو عملوا؟ شو عملت مارغريت تاتشر؟ حطوا سكر أمة العرب. هتلر خليت لكم شوية يهود تشوفوا. منين إجا هالحقد؟ ليش بكرهك؟ منين بيجي الحقد؟ من الكبد. مشان هيك طاقة الفجر، طاقة الحبيب، الظهر، أبو تراب، العصر، المغرب، العشاء. هالخمس حدود شو ما بدكم سموهم هن عطول متواصلين مع بعضنا بالألوان، بالطعمة، بالأسرار. الحقيقة لا تقال يا أخوتي. فإذا بعدوا عن كل شيء اسمه تلفزيونات ومحطات، فوتوا لجوا. كل هال بتشوفون والكتب يلي انت برج الثور، انت برج الحمار، انت برج، انا ما فيني لكم اي برج، بيعملوا بيب بيب بيب، شو ما تفهموا كله. ولا حدا، ولا مطعم، ولا حدا يعمل لك مساج، ولا حدا يحط ايده عليك، ولا شيء، بس امك وبيك يعني يلي اكيد بتحبهم، يعني بتعرف لك ثقه فيهم، غمرهم هالغمره يلي فيها مغامره ومخاطره. نعم، من شهر السابع داخل فاتت هالامراض من رحم امها لإلها. جنين بالشهر السابع هلأ عم بيبلشوا يقصوا 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 من اللسان وكرماله عم بيكبر. هلأ عمره 4 سنين ولسانه عطول عم بيكبر. عملوا 3 عمليات تيشيلوا من هاللسان ولسان عم بيكبر. الأم بتقول أنا بحبها كتير، بخاف عليا إنه شو بده يصير فيها، بعدها بيحضني أكثر الأوقات. عم بيعملوا عمليات فيها وبيلاقوا عم تطول، ولكن رغم ذلك شعرت بمشاعر الأمومة نحو طفلتها في الحال رغم تضخم لسانها، فهي تدرك أنه لا ذنب لها في المشكلة التي تعاني منها. المشكلة موجودة فينا كلنا يا أخوتي، مش الحق على الأم، الحق علينا كلنا والحق معنا. انتبهي شو عم تاكلي قبل ما يحب، بل أنت وجوزك اثنينكم. We are pregnant، الرجال والمرأة. أول جسد 30-70-70-30، ولكن تاني جسد 50-50. لجسدك عليك حق، هيدا من التراب إلى التراب. ما بقى في امرأة 70 أنثى و30 ذكر، وما بقى في رجل 70 ذكر و30 أنثى. يا أشبه الرجال والنساء، بطلع من البيت ما بعرف كيف بعمل هيك كل الوقت، وبتطلع قدامي هالروايح كلها وكلها، بس لأن بدي أمشي. وأي ساعة عم بمشي؟ 5:30 الصبح على الفجر. وقفني واحد قال لي أنا سوري، قلت له أنت كوني شو سوري؟ قال لي أنا الوحيد بياخذ أكلاتي معي من أمي. كنت رجالنا تحمل مطبقية، وبعدين يجي واحد ياخذ المطبقية على البسكليت ويجيب لي مطبقية فاضية، بياخذ المطبقية مليانة، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، طبخ البيت. فإذا هيدي بتعلمنا هالدرس، مطاعم ما في أدوية، ما في طبيب إلا الآدمي بياخذ حبة دواء عند الضرورة، عند الضرورة أخذ سم الحبيب لحتى يغير، خلص نفس. قالت فات لعند اليهودية وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله. قال لها شو عرفك؟ قالت له حتى سم بالشم. مش هيك، قال لها ما تركت إخوتي ياكلوا، ما قدروا يعملوا ترانسميتيشن ترانسفيجوريشن. بطلب من كل اللي بيحضروا هالحضرة أو بدكم تجوا لعندي على البيت، تعرفوا إنجليزي مش يس نو مدام.
يكون عندكم اللغة تبع الدال درهم ودولار ودينار وتجوا لعندي بتبعتوا إيميل ما تتلفنوا بعدين نتواصل بالتلي بالإيميلات من صوتك بعرف وبغير لك إيميلك وكله وبعدين نتواصل منشوف إذا لازم تجي أو لا. وقت بدك تجي على بيتنا وتقعد معي بدك تتغير بتموت وبتخلق من جديد. الكتاب موت قبل أن تموت. هلا لوين رايح؟ عد موعة توقع وبترتفع. هلا في إنترنت يعني بدي أقول له لأوباما شخصيا I know you watch this but who is telling you that this book is forbidden? It's not forbidden, it's right here. منع هالكتاب هو شخصيا وجماعة أوشو احترمته وقالت له ما منطبعه ما زال إنت من أمر منك من أصل رئيسة الحاكم العالم الحو بإيدي. بعدته لكل الأصحاب اللي بده يقرأ يقرأ. وهو هون أوشو عم بيحكي الحقيقة مش لأنه بيكره رجال الدين أو بيكره السياسيين بس عم بيحكي من قلبه. ابن 9 سنين فات على المسجد وقال لا إله إلا الله وجد إشارة. اهتزت الأكوان وقت المسيح وأسلم الروح. كلنا الإسلام هو الفطرة. قال له ريغن أنت عم تشرح تحط الإسلام بالأمي هون يعني سمموا وقتلوا خلال 3 شهور. عاش 5 سنين وما سكت. بعت لكم يا priests and politicians are the mafia of the soul. وأكثر شيء بنعرفه هلا نحن عنا بلبنان كرسي فاضية الحمد لله إن شاء الله بتضل فاضية. هالفراغ حلو كتير. رومينج رومينج ما في شيء اسمه فراغ. وقت بفوت على البيت بقول له يا صاحب الدار بقول لي انا فيك وبقلبك بس لاني ضعيفه بحب اعيش مع جميع هيك 2 3 جار للجار لو جار. نحن شيء 2.5 بلبنان ما بعرف 2 3 بجرب بنشوف اذا فينا نكون بلبنان مش بلبنان بسوريا بالاردن ما زي في محمد كيلاني. فإذا هالولاد اللي عنا عم تجي مشوهة بسببنا. خلقة كاملة نعمة زايدة، انتبهوا ما تصدقوا في حدا أورجانيك أبدا وخصوصي بلبنان أو ببيروت أو بالأشرفية حد أوتيل ديو بيقولوا هالمحلات لمريم نور أبدا ساعدتهم ماديا ومعنويا. هن ضحية الجهل يا أخوتي كمان. أنتوا بسببكم. شو ما جبتوا خضرة من السوق غسلوها شوية مي وملح. خلص. الملح ابدأ بالملح واختم بالملح. حبة ملحة رجعوا للأنبياء واتركوا الأغبياء. أنت منك لسان أنا إنسان مش لسان. فإذا الحق علي فيك تغفر. منا سهل فاتوا على القمش وقتلوا الأولاد. قال له غفرت قدرت It's very hard صعب كتير بس غفرت. واغفر لنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا. منتعلم علمني من ألمني زينني من عيرني كله. لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بإذن من الله. هلا قد ما في المرأة والرجال كلكم قصوا شعركم قد ما فيكم قصير قد ما فيكم. أنا حتى ليلى اللي هي أختي بالروح بتساعدني وبتهتم بالبيت قلت لها إذا ما بتقصي شعرك بدي أخسرك. لأنه إذا بتلاقوا شعرة بالأكل كبون بتحطوا قمطة وبتقصوا شعركم. الشعر والضفير خليهم يطولوا الضفير ما تطلعوا مربعين وتحطوا أبيض تحتهم شيلوهم. بصير طوافكم خارجي منه داخلي. الكلب ما لازم يكون بالبيت. رجعوا إلى علم الطبيعة مش بس علم الأنبياء شو قالوا علم الطبيعة. أمكم الأرض وعمتكم النخلة horizontal and vertical. كل واحد منا يفوت بهالعلم. يلي ما عنده علم ذكر وانثى اسيد الكالاين ما تحكوا ابدا. كل هول اللي عندهم اونلاين رح سميك غدي ولبنان ديبيت بحترمكم وبقلبي بس اللي عم تحكوه جريمه كبيره. تنقلوا كوبي بيست من هون ومن هون. بستفيد منكم وبحبكم بس بتسترجوا تحطوا اللي عم بتقولوا مريم. رح يكون عنا حزب الحمير والشباب رح تهتم هن اللي رح يعملوه وخدنا وما كان حدا يسترجع ياخد هالموقع كيلاني شو ما بقول له دان
كان صغير، قلت له فيك تعمل www.baitallah.com، فات وطلع دان في 7 سنين. هلا بتشوفوه بتعرف بيهددوه دائما وهيك. انا بجي لعندكم اقتلوني بس بحب موت اشهد يا حبيب قلبي مثل انطون سعدي. قالوا له لا بدنا نغطي لك عينيك. اجوا قال لهم في بحصة هون، شيلوه شيل. قال له شكرا. مات مش اشهد، ذا ويتنسنج هو كان حط علم المربع انطون سعدي، وكان معه جورج جورجيف كانوا بحلب. الامام علي حطه مضغ 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 مضغ، تربعوا. كان عنا بالضيعة نفوت تربعوا هون، بس ما نفهم ليش فوت على المربع بيربع الجرس. هلأ كلها مكانات بمكانات، وبتحسوها أنها مكانة. فإذا اليوم منقول لكل أم ولكل بي، انتبهوا هالأجنة اللي عم بتجيبوها هي جريمة بحق الدنيا وبحق الآخرة. انتبهوا. أهلا وسهلا فيكم، بعتولي بريد مريم مريم نور .com. ومني ضدكم، كلنا سوا تحت الهواء وفوق الهواء والهواء.